جدا لما بلغتني بيه المدام. الحمد لله يا فندم، ربنا ستر. حقيقي هي كانت رافضه تشوف الكلام ده صحيح؟ لحد ما واجهت الخطر اللي اجبرها انها تشوف. كانت لحظه صعبه قوي لانها كانت تخص والدها. مش فاهم الورقه اللي كانوا بيدوروا عليه، واللي انا مش عارفه لغايه دلوقتي هم مين. صحيح يا هند، في حد هاجم الفيلا عندك اكتر من مره؟ ايوه، لانه كان سايب الورق معاها وانا ما اعرفش. في ايه الورق ده؟ ما طلعش كل الورق اللي كانوا بيدوروا عليه، لان في اسماء تانية مرتبطه ببقيه الورق او بالمشروع زي ما كان بيسميه عز، زي مثلا احمد خلاف، صفوت منير. حضرتك ما سمعتش عن الاسامي دي قبل كده من عز او من غيره يا دكتور؟ الحقيقه انا مش متذكر الاسمين دول دلوقتي، يمكن يكونوا دول من زمايله، يعني اقصد اللي في نفس تخصصه العلمي. انا برجح كده برضو، بس هما فين؟ حضرتك لو قريت الفقره الاخيره من الورق ده هتعرف ان المشروع ده معاهم فعلا. طب مش كده نقدر نعتبر ان ده له علاقه باللي حصل له في لندن؟ هو ده بالظبط اللي انا بدور عليه. تصدق اتصال حضرتك حل لي مشكله كبيره جدا، لان كنت بدور على حد عشان اشيل مع الورق ده، ما اقدرش اسيبه في البيت بعد ما هاجموا الفيلا، وخصوصا يا فندم بعد ما لقيت ده كانوا حاطينه لي في الاباجوره. ده جهاز تصنت وارسال. ايوه انا قلت كده برضه، اكيد حطوه هما بيهاجموا الفيلا. عموما يا هند خلي الورق عندي وانا هتصرف، وعلى فكره ممكن احتفظ بصور من الورق ده بصفه رسميه، عندك مانع؟ لا بلاش يا فندم دلوقتي احسن، لغايه لما نعرف ايه هي الحقيقه وايه هو المشروع، من غير ما نضر زملائه ومن غير ما نقصد. طيب عموما يا هند انا عايز اقول لك ان قضيه الدكتور عز ما زالت محل اهتمام جهات رسميه، مش زي البعض ما متصور. لا يا فندم، انتوا فعلا مقصرين، ومش بس في موضوع عز، انتوا مقصرين في كل اللي بيحصل في ميت ابو كامل، ويمكن البعض متهم. يا هند ما تخليش شغل الصحافه ياخدك لبعيد، انا عارف انت بتقصدي حكايه منحه التنميه. لا دي بقى حكايه وروايه، حكايه فيها كل عناصر الغرابه. وبقول لسيادتك بقى، زي ما اغتالوا صديقك عز، النهارده بيغتالوه للمره الثانيه بعد ما نسبوا له المشروع المشبوه ده. مشبوه؟ حضرتك قلت لي مره انك مش مستريح، بس حضرتك بقى ما تعرفش عن المؤامرة اللي انتهت باستبعادي، الصور اللي اتلفقت لي، الفضيحة المقصودة اللي اتعملت لي. حضرتك عندك فكرة عن كل ده؟ عندي، وشفت الجورنال وقريت الرد عليه، وتأكد إحساسي إن في حاجة غلط في الحكاية كلها. ياه، يعني الحكومة عارفة اهي؟ يا هند أنا مش كل الحكومة، أنا ضمن مجموعة قلقانة قصاد أغلبية شايفة إن اللي بيحصل ده داخل دايرة تنشيط المجتمع المدني، وإن في مؤسسات دولية كبيرة قوي بتدعم الكلام ده، كل اللي بيحصل ده عشان تنشيط الاستثمار. وليه ما يكونش في ناس منهم لهم مصالح في كل اللي بيحصل في ميت أبو كامل؟ هند على فكرة الأمور بقت معقدة، وفي قوة خارجية أصبحت. سيادة الوزير، أنا قررت أبعد عن كل المواضيع دي. وأنا سبق وطلبت منك كده. بس ده مؤقتا، لأن أنا قضيتي الأساسية اللي وعدت بيها بنتي إن أبحث فعلا عن حقيقة قتل أبوها. وأنا زي ما وعدتك يا هند أنا هكون جنبك، وزي ما قلتلك قبل كده في جهات رسمية في الدولة مش ساكتة. على العموم يا فندم، الورق مع حضرتك، وحاول تبحث عن الاسمين اللي اديتهم لك، وبسلملي على المدام. يلا يا خالد تعالى معايا، هروح نقابل الدكتور رشدي. طب اقعدي الأول نتكلم، طمنيني، عبلة خفت فعلا؟ خفت الحمد لله وراحت الكلية. أنسة فين؟ راحت لعبلة معاها شوكولاتة وورد. طب يلا يلا تعالى، مفيش وقت، هنتكلم في السكة، يلا. خبط تاني يا خالد، يمكن نايم. أكيد جوه مش عايز يفتح. دكتور رشدي، دكتور رشدي افتح من فضلك، محتاجينك في حاجة مهمة جدا. يا نعم. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. جايب مين المرة دي؟ أنت مش هتهمد. يا دكتور أنا اللي طلبت منه يجيبني لحضرتك. وأنت مين بسلامتك؟ أنا هند علام، مرات الدكتور المرحوم عز الدين كامل. أوعى تكون مؤجر واحدة تمثل دور مراته.
حاكم انا عارف شغل الاونطه ده. لا يا دكتور اطمن، تحب حضرتك تشوف البطاقه؟ تخلو عايز يكلمني عنك مره، لا يمكن اكتر من مره، كان بيعزك قوي وكان بيحترمك زي ما بيحترم نفسه افكاره. افكاره اللي ضيعته. تقصد ايه حضرتك؟ انت عايز ايه؟ مفيش داعي كنت تيجي مع الجدع ده عشان يستغلك في شغله الصحفي. يا دكتور ده زميلي في الجورنال وانا بثق فيه. يعني مش بيكتب؟ وكنت استاهل معامله احسن من كده شويه يا دكتور. ليه؟ انا لحد دلوقتي مش متاكد منك ولا متاكد انك مهتم قوي بعز زي ما انت بتقول عشان تستاهل الاهتمام ده. خالد انسان صادق مع نفسه وبيحترم افكاره زي عز بالظبط. يا بنتي احنا عايشين في زمن لازم تشك في اخوكي، زمن مرعب، كلنا جوه رواية مخيفة. بس مش كلنا شياطين جوه الرواية المخيفة دي يا دكتور، أكيد في برضه بني آدمين قدام الشياطين. وفيه اللي بيمثلهم إنهم بني آدمين. وحضرتك منهم؟ لا طبعاً يا هانم. طب خلاص، وأنا كمان مش منهم. يا دكتور أنا جاية بدور على الحقيقة، مين اللي قتل عز؟ واتقتل ليه؟ وعايزك تساعدني أرجوك. وحضرتك تقدر تساعدنا يا دكتور. يا بنتي خلاص، اللي دسوا دسوا واللي ضاع ضاع، مفيش حاجة هتعوضه. يا دكتور أنا مش بدور على عوض، أنا بدور على شيء يفيد الناس والبلد ويضيف حاجة للبشرية. هو عز كان كلمك في حاجة؟ عز دايما كان بيكلمني عن افكاره ضد الشر والتميز العنصري وضد الناس اللي بتتامر علينا عشان ما نتقدمش. هو كلمك عن مشروعه؟ يعني حضرتك عارف مشروعه؟ بتستدرجيني حضرتك؟ لا، اصله كان سايب ورق بيتكلم فيه عن مشروعه وسايب اسامي كده واضح ان لها علاقه بيه وبالمشروع. سايب مين؟ أنا؟ لا، أحمد خلاف وصفوت منير. أحمد خلاف مات هو كمان. مات؟ في باكستان. وكان تخصصه إيه يا دكتور؟ كان تلميذي برضه زي عز. ومات إزاي؟ اتقتل برضه؟ معرفش. أنا زي ما عرفت إن عز مات في لندن، عرفت إن أحمد مات وبيزور صديق له في باكستان. طب وصفوت؟ صفوت منير؟ معرفش اختفى فين. يمكن مات هو كمان، او بيدور على اوضه في السطوح تخبيه. زي تخبيه من ايه؟ بقولك ايه، مش يمكن غير اسمه؟ هتدوري على واحد غير اسمه ازاي؟